مريم من فرنسا، من عند مريم. مريم صباح الخير ومرحبا بك معنا. صباح الخير اختي ليلى، كي صبحتي لاباس عليك؟ لا بس الحمد لله، كيف صحتي انت؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا مريم، حنا سعداء اننا كنسمعوا صوتك. انا سعيده كنسمع الاصوات ديالكم. الله يخليك بارك الله فيك اختي ليلى. الله يخليك لاله. قول لي مريم، اش غتعطينا؟ عندي اختي ليما من الحلويات والعصائر، وانتي اخت يعني غناخذوا ما امكن، يعني احنا نزربوا شويه نخليو الوقت نتاع السيده اللي باقا معنا وناخذوا بزاف، شحال ما خدينا شحال نمسيها. يلا تفضلي الحلويات، نبداو مع الحلوه الاولى. يلا الحلوه الاولى غريبه، باللوز والكوك والكونفيتير. اللوز والكوك والكونفيتير. الكوك والمربى. نعم تفضلي. عندنا نص كيلو ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو. خضر مطحون. خضر مطحون بالقشره ديالو. زائد 250 غرام ديال الكوك حتى هو مطحون. زائد. نعم. كأس العنبة ديال الفهندة. نعم. كأس العنبة ديال الزيت. نعم. خمارة ونص ديال خمارة ونص ديال الحلوى. زائد ملح. ملح قبيصة الملح ياك؟ قبيصة الملح، قبيصة. زائد جوج معالق كبار ديال الكونفيتير. نعم. زائد ربعة البيضات. ربعة البيضات. وليتزيين سكر كلاصي ومزهر. سكر كلاصي ومزهر. هذا ديال التزيين. نعاودو المقادير ديال هذه غريبه، اللوز والكوكو والكونفيتور. فيها نص كيلو ديال اللوز مطحون كيف ما هو، كنمسحوه مزيان، كنطحنوه بالجلفه ديالو. واش ندعكوه مزيان ياك؟ يتطحن مزيان جيدا. بحال البودره. نعم. ماشي مزيان ماشي مطحون، اما مهرمش يعني بحال بودره اللوز. نعم. يتطحن تنضيفوا له 250 غرام ديال الكوكو حتى هو مطحون، كاس ديال العنبه سنيده، كاس ديال العنبة الزيت، واحد الخميشة وحدة ونص نتاع الخميرة، قبصة الملحة، وجوج معالق كبار ديال الكونفيتور، وربعة البيضات. بالنسبة للتزيين كنحتاجو السكر كلاصي والمزهر. تفضلي يا مريم. ناخدو قصعة نضعو فيها الدوز والكوك والفانيدا والملح والخمارة ونص، ونخلطو هادشي العناصر الجامعة، ومن ثم نضيفو عليهم الكونفيتير. خوف لك الكونفيتير ديال المشمش كيجي هائل. نعم. ونخلطو، نديرو البيض ونخلطو، في الأخير نزيدو الزيت. الزيت هو الأخر. الزيت هو الأخر، كنصبح العجين متماسك، يعني هادشي المقادير كلها تتدار، ما كتبقى حاجة. نعم. ونخلطو بالأصابع ونكوروها بحال غريبة، غير ما بين الصبعين، ونغمسوا لها الوجه ديالها في المزهر، ونديروها في سكر كلاصي، ونحطوها في اللاطات. واللي بغى يزيد بحال هكا يخلي شوية من اللوز صحيح، يزيد اللوز الوسط، يزيد عقل، اللي ما بغاش يخليها هكاك. نعم. وندخلها الفران، الفران يكون سخون، لأن أي حاجة مثل اللوز لو دخلت الفران هو بارد، اللوز كينشف. نعم. كتجي قاسحة. كتجي قاسحة. نعم. الفران على درجة الحرارة 180 لمدة 10 دقائق. 180 درجة 10 دقائق. كتجي لنا حلوة هائلة. نعم. ناخذوا الحلوة الثانية. الحلوة الثانية بغيتي صابلي ولا براوني ولا عصير ولا؟ ناخذوا عصير وحلوة أخرى، نزيدوا حلوة أخرى وعصير أخر. تفضلي. هذه الحلوة سهلة وسهلة، صابلي 120 غرام ديال الدقيق. صابلي كنحتاجو له 120 غرام ديال الدقيق. نعم. 80 غرام زبدة. 80 غرام ديال الزبدة اللي كنخرجو على بكري من الثلاجة. نعم. 40 غرام ديال السكر. 40 غرام يعني نص القياس ديال السكر. وفاني يعني هذا التنسيق واحد كيبقى اختياري، يعني بغا دير فاني، يا بغا دير قهوة سريعة الذوبان، يا دير بودرة الشوكولات، كندير أنا فاني. نعم. ونص خمارة. نص خمارة. ملح، قرصة الملح. تفضلي. زائد صفار بيضة. أصفر بيضة. نعم هذا من المقادير. 120 غرام ديال الطحين. عندنا 80 غرام ديال الزبدة مرخية يعني خارجة من الثلاجة على تساع. 40 غرام ديال السنيدة.
وواحد الخنيشه وحده د لافاني، هذا التنسيم يا خنيشه د لافاني يا شويه ديال القهوه السريعه التحضير او لا شويه ديال الشوكولات، اختيارك كل وحده شنو بغات. نص خنيشه د الخميره، واحد القبصه ديال الملحه، وصفر ديال البيضه. ناخذوا قطعه نضعوا فيها الدقيق والملح والزبده ونمسوها بيد، داك الزبده تدخل في الدقيق. نعم. ونزيدوا عليها جميع المقادير، السكر والفاني والخميره ونص خماره. وفي الاخير نزيدوا صفار البيضه. نخلطوا مزيان ونضعوها ربع ساعه في الثلاجه باش تقلق راسها. نعم. ربع ساعه نخرجوها، من نخرج